مصاب، أبيدال المصاب، تياجو المصاب، فوينتس مصاب، كل دي أسماء غايبة. وادي أمامنا انطلاقة هنا ومحاولة عن طريق النجم الأبرز في هذه المباراة. وادي أمامنا هنا، يا سلام يا تشافي، يا سلام يا تشافي على الكرة الحلوة، لكن يا انيستا يا انيستا يا لعيب يا انيستا عملها حلوة قوي من تشافي، ينزل يعني الكرة بمهارة كده باقتدار من فوق حارس المرمى، تنزل بسلاسة في المرمى، وهدفه الثامن في الليجا. ادي امامنا ميسي يبتسم كثيرا، لانه عندما غاب شعر بالقلق وشعر باللوم بعد ما نال البطاقة الخامسة لهذا الموسم، وتشافي يسجل هدفه الثامن في الليجا هذا الموسم. تشافي الحقيقة نجم، ولكن انيستا هو نجم المباراة الأول بلا منازع. شوف الكورة، شوف الكورة، وادي التسلل مش موجود، والمساعد المرة دي بقى ايه ممتاز في اللقطة دي، وهدف بقى ايه هدف التأكيد، هدف الثلاث نقاط 3-1 في لقاء مثير، في لقاء يعني اعتقد يرد على ان غياب ميسي غياب صحيح مؤثر، لكن برشلونة بمن حضر حضور قوي جدا لإنيستا في لقاء اليوم، وصحوة من جانب كايتا ومن جانب تشافي بعد ما سجل إنيستا هدف تقدم في الدقيقة 43، عادل ديفيد برال في الدقيقة 49، ثم سجل كايتا في الدقيقة 79، ويسجل تشافي باقتدار، تشافي باقتدار، باقتدار تشافي، تشافي يسجل باقتدار. شوف اللمسة، شوف المهارة.